هذه الحلقة هي حلقة كسر كل المحظورات وكل الخطوط الحمراء. هنتكلم النهاردة عن موضوع كتير بيخافوا يتكلموا عنه، اقتصاد الجيش المصري، وبدون مقدمات. هل تم فعلا عسكرة الاقتصاد المصري بعد 2011 و2013؟ يا ترى ايه حقيقة امبراطورية الجيش الاقتصادية؟ هل اقتصاد الجيش وتدخله في الاقتصاد كان سبب في الأزمة الاقتصادية الحالية؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. ببقى متضايق قوي وأنا برد وبدافع عن حاجة بتخص الجيش المصري. مش متصور إن في مصري سوي بيهاجم جيش بلده اللي بيحميه وبيتعامل مع أخباره وكأنه جيش احتلال. أنا هتكلم النهاردة عن حاجات كلنا عايشناها وشفناها بعينين. تعالوا نرجع مع بعض 10 سنين لورا، بعد 2011 و13 لما واجهت الدولة المصرية أكبر تهديد وجودي يمكن في تاريخها كله. فوضى في الشوارع، مظاهرات فئوية في كل حتة، جهاز شرطة شبه منهار، الاستثمار الأجنبي هرب، السياحة هربت، حرب بلا هوادة مع الإرهاب اللي كان واصل لقلب العاصمة، وشفنا تفجير مديرية الأمن ومعهد الأورام، وحرب إعلامية شعواء من إعلام معادي ناطق بالمصرية من قطر وتركيا. يعني الدولة بتنهار، أو بشكل دقيق كنا في وضع اللا دولة. اقتصاد منهار ومفيش أي دعائم تقدر توقفه من تاني في ظل كل اللي قلناه ده، بالإضافة لقطاع عام وقطاع خاص مترهل. والمستثمرين الأجانب وحتى المصريين كانوا خايفين من عدم الاستقرار والفوضى، وحتى اللي كان موجود كان بيهرب فلوسه بره البلد. وهنا كان الجيش المصري والقيادة السياسية في اختبار حقيقي. الحرب مع الإرهاب ما كانتش سهلة أبدا، لأنها مش مع مجموعة متطرفين هواة، ولكن كانت مع ميليشيات منظمة ممولة ومسلحة من أجهزة أجنبية على أعلى مستوى. بس محاربة الإرهاب مش لوحدها اللي أمن قوم. الأمن الغذائي أمن قوم، الأمن الزراعي أمن قومي، حماية المصريين من الجوع أمن قومي، التصدي لمنع انهيار الاقتصاد الوطني أمن قومي. وفي ظل ترهل القطاع العام وقطاع الأعمال وحتى القطاع الخاص وهروب الاستثمارات الأجنبية والسياحة وصعوبة إعادة تأهيل هذه القطاعات في زمن قياسي، لجأت الدولة إلى تفعيل دور القوات المسلحة في الأمن القومي. ودي مش منا، دي مسؤولية وطنية وتاريخية وواجب مقدس بيقوم بها كل الجيوش الوطنية لإنقاذ بلادهم، خصوصا بعد الأزمات الكبرى والكوارث الكبرى. ومفيش كارثة أكتر من اللي كنا فيها ساعتها. وبدأ الجيش أعظم ملحمة في التاريخ الحديث، لا تقل عن حرب أكتوبر، ملحمة قتال الإرهاب وإعادة بناء الدولة في وقت واحد. كان بيحارب بإيد وبيبني بإيد، كان بيصد الرصاص بإيد والتجريح والتشويه بإيد. وفي سنوات قليلة كان عندنا مزارع الأسماك في غليون وشرق بورسعيد، أكبر مزارع سمكية في العالم، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم واللي بيضم 1,000,000 راس ماشية، ومزارع الصوب للإنتاج الزراعي في الساحل الشمالي اللي شملت مرحلتها الأولى 100,000 صوبة، ومزارع القمح في توشكا اللي المرحلة الأولى منها كانت 200,000 فدان من أصل 1,000,000 فدان قمح، وأكبر مصانع للأسمدة علشان تلبي احتياجات كل الزراعات دي. شفنا أكبر شبكة طرق وكباري ونقل وقطارات حديثة بتتعمل في مصر في تاريخها كله، بتربط شمالها بجنوبها وشرقها بغربها ومناطق الإنتاج بأماكن التصدير. شفنا أكبر عملية تطوير في الموانئ المصرية كلها. شفنا مناطق عشوائية كاملة بتتشال من على الأرض وبتتحول لمناطق آدمية. شفنا أكبر مصانع للإنتاج الغذائي في المنوفية. شفنا أكبر مدينة صناعية لإنتاج الأدوية في مصر. شفنا أكبر مشروع قومي لإنشاء الصوامع وتخزين الحبوب والقمح. شفنا أكبر محطات للطاقة سواء من الغاز أو الشمس أو حتى من الرياح. كل ده مجرد أمثلة كلنا شفناها بعينينا وليس للحصر. المشاريع دي وأكتر منها
هي اللي لما حصل وباء كورونا وبعده الحرب الأوكرانية وبعده هستيريا رفع الفايدة الأمريكية وكل بلد قفلت على نفسها، كانت السبب إن المواطن المصري ما حسش بالجوع أو الإهانة أو نزل سوق ما لقاش إزازة زيت أو رغيف عيش. كل ده وأكتر منه حمى المصريين النهاردة من الانهيار الاقتصادي في ظل أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث ولا نعلم متى ستنتهي. كل ده كان بيحصل وفي نفس الوقت الحرب على الإرهاب محتدمة في كل شبر في أرض مصر وخصوصا سيناء المقدسة. كل ده كان بيحصل والجيش بيتلقى رصاص الإرهابيين على الجبهة، ولكن الأخطر إنه كان بيتلقى معاه تجريح وهجمات إعلامية شرسة ممنهجة من إعلام معادي من الخارج رددها بكل أسف أهله في الداخل، والهدف معروف: تعطيل مهمة إنقاذ البلد. ما هو اللي مشغل إرهابيين التفجيرات هو نفسه اللي مشغل إرهابيين الإعلام، وهدفهم واحد: كسر الجيش المصري. أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتنافس القطاع الخاص، الحقوا عسكرة الاقتصاد هتخرب البلد، الجيش عاوز يبقى مهيمن على الاقتصاد، الجيش مكانه الحدود، الجيش المصري بقى جيش المكرونة وقائد خط الجمبري. كان بيحارب بإيد وبيبني بإيد، كان بيصد الرصاص بإيد والتجريح والتشويه بإيد، والحمد لله الحمد لله في سنوات قليلة كان قام بالملحمة كما عهدناه. والله ملحمة لا تقل عن عبور أكتوبر، بل في رأيي وهكذا سيكتب في التاريخ هو عبور أعظم من عبور أكتوبر. سحق الإرهاب بتضحيات ألاف من شهدائه وألاف من مصابيه، وحقق الاستقرار الداخلي وأنقذ الاقتصاد واستعادة الثقة في البلد وفي سمعتها بين الأمم، وبدأت السياحة ترجع من تاني، وبدأ الاستثمار الأجنبي يرجع من تاني، ووصلت صادرات البلد لأعلى رقم قياسي 53 مليار دولار في 2022، وبدل ما كان عندنا عجز في الطاقة بقينا مركز إقليمي لتصديرها سواء الغاز أو الكهرباء، وبنصدر في الشهر بحوالي مليار دولار طاقة، وانخفض معدل الديون من 104% من الناتج القومي وهي نسبة مرتفعة إلى 80% وهي نسبة ممتازة مقارنة بباقي الدول زي أمريكا 109% وبتعاني من تعثر في السداد، واليابان 226% وبريطانيا 105% وإيطاليا 108%. لولا اللي عملوا الجيش المصري ده كان زماننا بالمعنى الحرفي ضعنا في أزمة زي دي. وبعد ما حط البلد على أول الطريق وبر الأمان كان لازم ياخد خطوة للخلف وبهدوء بعد ما نفذ مهمته باقتدار، وأعلن الرئيس السيسي في 2019 إن الشركات اللي أسسها الجيش هيتم طرحها في البورصة أمام القطاع الخاص سواء محلي أو استثمار أجنبي أو حتى المصريين اللي عاوزين يشتروا أسهم ويكونوا مشاركين ومالكين في الشركات دي. ولكن الوباء عطل تنفيذ المخطط اللي هيتم إن شاء الله خلال هذا العام. يبقى الجيش خرب الاقتصاد ولا أنقذه؟ يبقى الجيش حمل بلد ولا تمرها؟ الحقيقة اللي لازم تبقوا فاهمينها إزاي عدونا بيشتغل على تزييف وعيك. عدونا بيعتمد على مبدئين خطيرين جدا: الأول إن الانطباع بيتحول لحقيقة بسبب كثرة ترديده حتى وإن لم يكن له برهان، والتاني إن الشائعة مهما كانت مغلوطة ومردود عليها فهي بتنتشر أكتر من التكذيب اللي محدش بيهتم بنشره. وخلوك تردد كلام وإنت بتعتقد بإنك بتردد أفكارك، ولكن الحقيقة إنك كنت بتردد أفكارهم هم. يعني هم طول الوقت بيقولك عسكرة الاقتصاد والجيش مهيمن على الاقتصاد وبينافس القطاع الخاص وإمبراطورية الجيش الاقتصادية، ولكن هل تعلم إن كل شركات الجيش وفق البيانات الرسمية لا تتجاوز 2% من قيمة الاقتصاد المصري اللي وصل 404 مليار دولار؟ هل دي نسبة ممكن نقول عليها إن الجيش مهيمن أو مسيطر على الاقتصاد المصري؟ وهنا ممكن حد يقول لي: ازاي ده انا شايف مشروعات الجيش في كل حته. هقول له: فرق بين حاجتين. الشركات المملوكه للجيش في جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، وبين الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اللي بيتم تكليفها بمهام معينه للاستفاده من معداتها ومهندسيها لتسريع المشروعات بسبب ضعف القطاع العام والخاص في المرحله دي زي الطرق والكباري وتطوير الموانئ وتطوير القرى. ودي خدمات من الجيش لما بينفذها بيمشي،
إنما الكلام عن الشركات المملوكة للجيش زي محطات الطاقة ومصانع الأجهزة الكهربية والمواد الغذائية وخلافه كلها لا تتعدى 2% من إجمالي حجم الاقتصاد. لما الهيئة الهندسية أو أي شركة تابعة للجيش دخلت مشروع علشان تنفذه، فده كان لصالح المشروع والمواطن. كافة المشاريع اللي قام بيها الجيش المصري في تاريخ مصر الحديث لو كانت أسندت للقطاع الخاص أو حتى القطاع العام كانت هتتنفذ بضعف التكلفة وضعف الوقت. إحنا وكلنا المشاريع دي لشركات الجيش لسرعة الإنجاز ولدقة التنفيذ ولقلة التكلفة. والفكرة اللي الإعلام المعادي مش هيقولها لك إن مبدأ امتلاك الجيوش لشركات ده مش ابتكار مصري. وزارة الدفاع والإنتاج الحربي المصرية زيها زي أي وزارة دفاع في العالم أجمع، بتمتلك مجموعة شركات معلنة وعلنية مفيش سر، ولديها نفس النمط من الشركات علشان تمول التسليح والإنتاج الحربي وتبقى مأمنة احتياجات جنودها في الحالات الطارئة من جهة، وما تعتمدش على القطاع الخاص خصوصا في المواد الغذائية والتموين من جهة تانية علشان توفر خط إمداد إضافي للسوق المحلي في حالة الأزمات زي ما حصل بالظبط من أول كورونا والحرب الروسية وأزمة التضخم والكساد العالمي وأزمة سلاسل الإمداد العالمية. والأمثلة على ده كتير زي ما هو ظاهر أمام حضراتكم، وحسيب لكم الروابط اللي بتتكلم عن حجم أعمال الجيش الأمريكي والتركي والهندي على سبيل المثال. يعني لا هو شيء حصري على مصر ولا حصري على وزارة الدفاع المصرية. ده بالإضافة إن الجيش ليس له أي سلطة إلا على شركات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي وبس، وشركاته بتدفع ضرائبها زيها زي القطاع الخاص. والأهم من كده إنه الجيش لما عمل شركات ناجحة هيقدر زي ما هيحصل يطرحها في البورصة وتكون أحد الحلول المهمة لجلب العملة الصعبة. المضحك إنه لما ده حصل بيسرحوا لجان تقولك الدولة بتبيع أصولها أو الأصول المملوكة للدولة للبيع. يعني هم معترضين على امتلاك الدولة للشركات وإنه يبقى ليها دور في الاقتصاد، ولما تبيع أسهم من الشركات دي يبقى احنا بنفلس وبنبيع أصولنا وكده غلط. التناقض ده بيوضح لك إنه مفيش معارضة حقيقية ولكن لجان شحن الرأي العام وبس، والنغمة بتتغير مع كل قرار حكومي خصوصا لو من الجيش. وانت بتسمع أخبار نقص المنتجات الغذائية في أوروبا وأخبار تهريب البيض من المكسيك لأمريكا وكأنها مخدرات، وأخبار غلق علب الجبنة بأقفال في بريطانيا وكأنها ذهب لكثرة السرقات، افتكر وقت ما سرحوا اللجان دي وقالوا لك هو الجيش بيعمل مزارع ليه؟ هو الجيش بيعمل مصانع ليه؟ هو الجيش عنده إنتاجه اللي بينزله السوق ليه بسعر منخفض عن الباقي؟ وحاولوا يجيبوها في الاقتصاد ويقولوا لك ده بيضرب القطاع الخاص وده بيضرب المنافسة وده مش دور الجيش وقائد خط الجمبري والجيش مكانه الحدود، مع ان الحقيقة ان لولا وجود مزارع ومصانع الجيش كانت الاسعار في ازمة زي دي ضربت في 4 اضعاف ده ان لقيناها اصلا. وجود الجيش هو اللي عمل وفرة في المعروض وتوازن في الاسعار وسقف لارتفاعها وعدم استغلال الازمات الاقتصادية الدولية والمحلية زي النهاردة لسرقتك لحساب 1% من اصحاب ومديرو القطاع الخاص. كل ده حارق دم أعداء مصر. هو لما أعداء مصر يصيحوا على حاجة معينة في البلد تبقى هي دي الحاجة الصح اللي في البلد. هم فاهمين كويس إن الجيش هو اللي قوم اقتصاد البلد بعد 2011 وأنقذه من الانهيار خلال سنوات كورونا والأزمات الاقتصادية. العدو من 2011 فهم إن الجيش هو عمود الخيمة الأساسي زي ما تقال على لسان النشطاء أنفسهم، وإنه عمود الخيمة ده لازم يتكسر ويتضرب ويقع علشان الخيمة تقع على أهلها. وافتكروا إن هو الجيش الوحيد الباقي في المنطقة بعد تدمير العراقي وتفكيك السوري وتدمير الليبي. خلي بالكم يا مصريين، بيحاولوا يكسروا أهم حاجة فيكم وأنجح حاجة فيكم، الجيش المصري العظيم. إحنا حاليا بنمر بآخر مرحلة للسيطرة على تبعات الأزمة الدولية، علشان كده هتلاقي صياح كتير في ملف الاقتصاد خصوصا في الإعلام المعادي. العدو مش مصدق إننا سحقنا الإرهاب وفي نفس الوقت الاقتصاد منهارش وصمد أمام كل الكوارث العالمية دي. مش مصدقين إنه تم تثبيت سعر الجنيه المصري وإنه تم القضاء على السوق السوداء وإنه البضاعة اللي كانت في الموانئ أزمتها اتحلت وإنه ما حصلش نقص في المنتجات الأساسية في الأسواق
وإنه الدولار متوفر في البنوك، وإن الاستثمار الأجنبي رجع من تاني بنفس معدلات ما قبل الأزمة، وإننا لم نتعثر في سداد التزاماتنا أو نواجه نقص في المنتجات، وإنه حركة البناء والتنمية والتعمير والتشغيل مكملة حتى في سنوات الأزمة. رويترز بتقول إن الاقتصاد السنة دي هينمو أسرع من تقديرات الحكومة نفسها، وإن الدولار هينزل من أول نصف السنة دي ل 26 جنيه وهيستقر بعدها. في النهاية إحنا انتصرنا وهم انهزموا. اوعوا تشاركوا في تجريح جيش بلدكم، بل الواجب علينا نشكره ونعمل تمثال لكل شهيد في الميادين، ونكتب الملحمة اللي قام بيها بحروف من نور بعد ما كان بيحارب بإيد وبيبني بالإيد التانية، وانتصر في معركة الإرهاب والبناء. كل التحية والمحبة والإجلال والاحترام والتقدير للجيش المصري العظيم وظباطه وجنوده الأبطال، وكل الدعوات بالرحمة والنعيم لشهدائه الأبرار، وكل المحبة والأمنيات الخالصة لأطفالهم وأسرهم اللي دوما في قلوبنا. حفظ الله مصر وجيش مصر وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.